Oh, فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن اسم الله تعالى الكبير ولكن لا زالت هناك اشتقاقات من هذا الاسم تحتاج لوقفة مثل أكبر ومتكبر وله الكبرياء نبدأ باسم الله تعالى أكبر ماذا يعني وما الفرق بينه وبين الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى <applause> آله وصحبه وسلم وبعد اسم أكبر طبعا كما علمنا هو من أسماء الله تعالى الحسنى ويعني ورد دائما مقترنا ب الله أكبر لكن إذا ذهبنا نتساءل عن معناه ما هو معنى اكبر وهل هو غير كبير ولا هو يعني في معناه يساوي كبير فقط م. الحقيقه ها هنا مدرستان م. وسبب اختلاف المدرستين مساله لغويه لا بد من فهمها اولا وهي مساله بسيطه جدا يعني وان شاء الله نضرب لها الامثله للتوضيح ويتضح المعنى. هم قالوا اكبر هذا الفريق قالوا اكبر بمعنى كبير. الاخرين قالوا اكبر معناها اعظم من كل عظيم م. وده معنى يخالف معنى الكبير. يعني يعني معنى غير يغيره آه. يغيره. فذهبنا او يعني سالنا الفريق الاول لما لما لم تقل مثل الفريق الثاني ان فعلا اكبر أصلاً لابد من ما دام عندك اسمين لازم احدهما يكون يعني يدل دلاله مختلفه عن والا لما صحت الاثنين الاثنينيه يعني لو كان الاثنين دول بمعنى واحد كاننا امام لفظ مشترك لفظ مشترك مع ان لم يقل احد ان اكبر وكبير لفظ مشترك طيب لماذا منعتم أن يكون للفظ أكبر معنى مختلف أو زائد أو كذا على معنى كبير، حتى يمكن التفرقة بينهما وحتى يمكن عد هذا اسم وهذا اسم آخر. لهم مشكلة لغوية. المشكلة اللغوية في حاجة اسمها أفعل التفضيل في اللغة العربية، وده سهل يعني. أفعل التفضيل دي صيغة من الصيغ التي لو جاء يعني اللفظ عليها فهو يدل على ان امرين او شخصين او شيئين اشتركا في شيء ثم زاد احدهما على الاخر آه. المثال الذي يوضح ذلك المثال مثلا لو قلت مثلا آه محمد اعلم من محمود المشكلة هنا في اعلم اللي بيسموها افعل التفضيل يعني تيجي الاعلم دي على صيغه افعل علشان تفاضل بين اثنين وتقول احدهما اكبر من الاخر او افضل من الاخر يعني الاثنين لديهما علم لكن احدهما يفوق الاخر يفوق علمان. الاخر آه. فعشان كده قالوا الصيغه دي فيها صيغه تفضيل ضرف على ضرف تميزوا عنه تميز هو التفضيل طبعا يعني آه يعني دائما يكون افضل درجة أعلى درجة أعلى آه. درجة أعلى فحين فالدرجة الأعلى في أي شيء أفضل من الدرجة الأقل طبعاً فاللغة العربية فيها هذا الـ يعني الـ نستطيع أن نقول في هذا البناء اللغوي الذي هذه الدقة طبعاً الدقة دقة, دقة كبيرة دقة عجيبة فقالوا والله إحنا إذا فهمنا أو إذا قلت لنا غايروا بين أكبر وكبير وأكبر جتنا على صفة أفعل التفضيل فده معناها أن الله سبحانه وتعالى كبير وأكبر مشتركين في صفة اللي هي صفة الكبرياء. مم. وأكبر بتقول أن الله أفضل من كبير. مم. أن الله باسمه أكبر أفضل من من الله باسمه من والله كبير والله والله سبحانه وتعالى. يعني هذا في مقام التعليم يجوز هذا آه. في يقولون ان لو قلنا ان الله اكبر دي محكومه بافعال التفضيل فمعناها ان الله ان الله سبحانه وتعالى بوصفه اكبر هو افضل من من وصفه كبير ومن افضل منه بوصفه كبير كان الله سبحانه وتعالى له وصفان له وصفان ولا يمكن التغاير في صفه واحده بالاكبر الاتم والاقل ده لا يمكن يعني ده معناه انه في تغير في صفاته اولا في تغير في استكمال كان ناقصا ثم استكمل سبحان الله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه النقائص فمن اجل ذلك عشان يخرجوا من هذا الـ الـ هذا الاشكال قالوا ان اكبر بمعنى كبير آه الـ هذا الـ المذهب مردود عليه حقيقه والمشكل اللي اوقعهم اوقعهم لانهم طبعا يعتمدوا على قوانين اللغه فهم فهموا من افعل التفضيل ان دايما مضطرد في الدلاله على ان احد الطرفين افضل من الاخر طيب انطلاقاً من تساوي المعنى في الاسمين الأكبر والكبير نعم. لماذا لا نفتتح الصلاة ونقول في الأذان الله كبير بدلا من الله أكبر نعم. إذا كان متساويين نعم والذين آه قالوا أن أكبر بمعنى كبير تماما ويساويه معناً وكأنهما يعني آه مترادفان لفظان مترادفان آه. زي ما تقول مثلا بر وقمح دول اسمين متغيرين لكن المعنى واحد فكذلك لو قلت كبير واكبر دول اسمين متغيرين لكن المعنى واحد ف ال هؤلاء قالوا اذا كان الامر كذلك او سئلوا وخد بال حضرتك الذي سيقول ذلك الامام ابو حنيفه يعني وهو وهو من هو فمن هذا المنطلق قالوا لهم اذا اذا قلت في الصلاه واحنا الله اكبر وانت بتقول لي اكبر بمعنى كبير, الكبير. تماما أه؟ خلاص ممكن تقول الله كبير وتفتتح الصلاه انما الجمهور يعني الامام مالك والامام الشافعي يوجب ان تفتتح الصلاه بالله اكبر يقولون الحديث الشريف الصحيح صلوا كما رايتموني اصلي ولم يعهد ان النبي صلى الله عليه وسلم او لم ينقل في السنة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح صلاته بالله أعظم أو الله كبير لكن الإمام حنيفة يعني أو الأحناف يحكمون القياس العقلي أحيانا أو القياس اللغوي وحتى ما يقوله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والأحناف مردود عليه مردود عليه من اللغة نفسها فالفريق الآخر الذي قال أن أكبر بمعنى أعظم العظماء وكذا معنى مختلف عن عن كبير ماذا تقولون في مشكلة أفعال التفضيل يعني ما راح الأحناف وكأنها يعني قضية مسلمة قالوا أن أفعل التفضيل لغوياً لغوياً وعربياً <applause> لا يدل على المفاضله بـ بـ باطلاق. آه. يعني اه نعم في امثله كثيره جدا يعمل فيها افعل التفضيل ويقول ان الاثنين اشتركوا في صفه لكن هذا افضل من ذاك في هذه الصفه. طيب وبعدين قالوا لكن خذوا بالكم كثيرا ما يرد افعل التفضيل ويقولون هو على غير بابه لا يرد للمفاضله ثم الافضل وإنما يرد لصفة واحدة فقط آه. صفة واحدة وهي على أفعل التفضيل واحتجوا مثلاً بإيه احتجوا بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هنا عندي أفعال تفضيل أهون ومعنى الآية طبعاً الآية دي يعني آه آه نزلت لما سألوا يعني كيف يعيد كان الكفار يستبعدون كيف يعيد هذه الأجسام التي بليت وتفتتت وأصبحت ذرات واختلطت بذرات التراب فيعني الآية تقول بالمعنى البسيط ابتداء خلق هذه الأجسام أو إعادتها بعد خلقها أنت كان المفروض كان المفروض تسألوا على البداية لأن البداية أصعب ال ال الإعادة تأتي على نموذج موجود يعني مثلا الـ الـ المثال او او النحات النحات اذا كان حيعمل تمثال منذ البدايه على غير مثال بيصعب عليه لانه لازم يتخيل الشكل ويتخيل كذا ثم يفصل ثم كذا وكذا وكذا لكن بعد ان يصنع هذا التمثال وهو وهو ويبقى هو ولله المثل الاعلى طبعا ويبقى هو عارف بدقائقه وعارف بخفاياه لو اتكسر منه او اتبهدل لما هيعيده هيبقى اهون عليه من الحالة الأولى حالة الابتداء وحالة الـ اه فـ ولله المسألة الأعلى مرة أخرى آه القرآن كأنه يقول أنتم تسألوا عن الإعادة كيف كيف يعيدها؟ اسألوا كيف بدأها لأن البدء كأنه أصعب والإعادة كأنها أهون أو أسهل آه. فهنا جت الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الإعادة أهون عليه من اللب من لا يمكن أن تفهم أهون هنا بمعنى أسهل وعلى ما يقتضيه أفعل التفضيل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عنده البداية آه صعبة أو, أو البداية هينة والإعادة أهون منها أسهل منها ده لا يمكن لا تصف الله سبحانه وتعالى بهذا إنما لا ليه لأن ستأتي في أحكام صفة القدرة لها أحكام وأن جميع الموجودات مستوية بالنسبة لتعلق القدرة بها، لا يستعصي عليها مقدور أو يستصعب أو مقدور أو يستسهل مقدور، كلها درجة واحدة بالنسبة للقدرة الإلهية لم آه يجد في الخلق سبحانه وتعالى ما هو أصعب أو أهون أبدا من لا الآخر في خلقه كما يقول استواء المقدورات بالنسبة للقدرة والمقدورات اللي هو الخلق الموجود. كلها هينه على ربنا سبحانه وتعالى كلها تعالف. في درجه واحده بالنسبه لتعلق القدره بها يعني مش معنى القدره الالهيه لما تيجي تعمل حاجه تتعب شويه وفي حاجه تبقى سهله عليها ابدا هذا هذا يعني يقترب من الـ من, الـ من الشرك آه هو يقول كن فيكون وكن فيكون في مباحث الصفات الالهيه يعني صفه القدره لها تعلق بالمقدورات مم. فهذا التعلق على درجة واحدة في استجابة المقدورات لأثر القدرة مم. أو في تحقق المقدورات بأثر القدرة أو تعلق القدرة بالمقدورات فهذا يعني قالوا لهم انظروا إلى أيضا إلى مثلا قوله تعالى وهو أعلم بكم مم. وهو أعلم بكم معناها لو أنت حتجريها على على أفعل المقارنة التفضيل اللفظية على التفضيل آه. هو أعلم من هو في مرحلة عالم أو في مرحلة علم أشد يجب أن أعلم وهذا كفر ثم آه استدلوا أيضاً يعني الاشعار العرب الفرزدق كان يقول هو كان يفاخر بنفسه يعني كان يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول ال 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 البيت واضح انهم يعني لكن سهل جدا بيقول ان الله سبحانه وتعالى الذي سمك السماء رفعها وصنعها بنى لي بيفتخروا بنى لنا احنا يعني قومه بنى لنا بيتا هذا البيت اعز واطول طبعا لا يقصد اعز واطول من بيت واحد بيت معين من بيت فلان وبيت علان إنما هو بيقول يعني بلغ غاية في مما يمكن أن تتخيل مما يمكن أن تتخيل آه. ولا يمكن أن يقارن بغير أي موجود أفعل التفضيل هنا مش شغال يعني إذا بعض الصيغ من صيغ أفعل التفضيل قد تقود صاحبها إلى الكفر إذا إذا اعتقد نعم إذا إذا أجراها بمنطقها اللغوي وحكمها في صفات الله سبحانه وتعالى طبعا لأنه معناها التغير في والانتقال من نقص الى كمال وهذا يستلزم النقص وهذا نعوذ بالله هذا كفر بالله سبحانه وتعالى فإذا المدرسه هذه المدرسه ترد فقل ان افعل التفضيل كثيرا ما ياتي على غير بابه ولا يفهم منه التفضيل وانما يفهم منه عظمه الصفه فقط ومن هذا الباب هو الله اكبر، فهنا اكبر لا يدل على انه اكبر من غيره او اكبر من كبر غيره او من كبرياء غيره، انما هو اكبر بمعنى هو اعظم اعظم العظماء. فهنا تستقيم المعنى ويستقيم وصف الله سبحانه وتعالى باكبر بمعنى مختلف عن كبير وهو الذي قلنا انه يعني العظمه واعظم من كل عظيم. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لك على هذا الحوار المفيد والممتع والملهم. وأحبائنا الكرام إلى أن نلتقي مجددا والإمام الطيب أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.